امبارح حتى وانا بختم الحلقه قلت لكم يا جماعه الكلام لم ينتهي ولسه هنكمل بكره حول تحليل مضامين القمه الاسلاميه العربيه والتي اقيمت في الرياض. ومهم جدا عندي هو تحليل مضمون كلمه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا البيان الختامي للقمه العربيه الاسلاميه. معانا على التليفون دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. اهلا بيك يا دكتور طارق. اهلا سياده النائب. ازيك دكتور طارق؟ يمكن عايز اتكلم في البدايه على تحليل مضمون كلمه فخامه الرئيس، وفي جمله انا توقفت عندها شويتين وهي كانت متعلقه بمساله انه لازم هذا العدوان ينتهي في اسرع وقت وفي اقرب فرصه ممكنه، لانه طول الامد هيشجع على اتساع دائره الصراع ومهما بلغت القدره على ضبط النفس. هو طبعا زي ما حضرتك اشرت وكرمت، تحليل مضمون كلمه السيد الرئيس هي خريطه طريق كامله، يعني بصرف النظر عن النقاط الأخرى اللي حملها البيان الختامي ب 31 مادة وكلمات رؤساء الوفود الأخرى، كانت كلمة السيد الرئيس كلمة شاملة ورسمت خريطة طريق واضحة. لكن ربما ما أشرت إليه حضرتك وتكرمت، النقطة الرئيسة فيه هو عدم تمدد الصراع وإطالة المدة في التعامل، لأنه هيفتح مجالات لجبهات أخرى وسيؤدي إلى ارتدادات سلبية على أمن الإقليم. وأعتقد أنه دي الرسالة المهمة إن إحنا بنأكد عليها، يعني سيادة الرئيس سبق أنه حذر من عدم حل القضية الفلسطينية كما تذكر أستاذ يوسف في فترات سابقة، لأنه عدم حل هذه القضية سيؤدي لمزيد من التوتر في الإقليم وسيؤدي لحالة من عدم الاستقرار. مصر رسمت خريطة الطريق أمس في القمة العربية السعودية في نقاط محددة منضبطة، مسار طريق واضح. أعتقد إنه الرسالة محملة إلى المجتمع الدولي ومسؤولية مجلس الأهل الذي فشل في مواجهة ما يجري، وبطبيعة الحال تجمدت الآلية، هذه الآلية الخاصة في مجلس الأمن، وبالتالي تتحول الأمور تدريجيا سيادة النائب إلى مجهودات الدول الرئيسة في الإقليم، بطبيعة الحال مصر في قلبها. يعني أعتقد أنه الصلاة من وإلى بتتم إلى القاهرة، ما فيش عاصمة عربية ولا دولية استقبلت حجم الاتصالات واللقاءات اللي تمت زي مصر. دي نقطة مهمة جدا بتؤكد لحضرتك طبعا يعني أهمية الدولة المصرية في التعامل مع كل هذه التطورات. وجزء منها هو أنه مصر النائب بتعمل على جزئيات وبتتعامل مع كليات. الجزئيات هو ما تشاهده الآن حضرتك في موضوع المجهودات الكبيرة اللي بتبذلها مصر في موضوع الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق نار وأعمال الإغاثة والأعمال الإنسانية ويعني نقل المساعدات على الجانب الآخر. الكليات هي بقى مرتبطة حضرتك بإعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية مجددا، والانتقال بقى من الجزئيات إلى الكليات اللي هي متعلقة بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام في الشرق الأوسط وتحميل القوى الدولية والولايات المتحدة على وجه الخصوص مسؤولية ما يجري، باعتبار أنه لابد أن ننتقل من حالة شرق ومقاربة شاملة لحل القضية الفلسطينية. لماذا الآن هذا هو الأهم؟ لأن هناك على الجانب الآخر حكومة حرب تريد أن تصفي القضية الفلسطينية. هذا كلام مهم يجب أن نؤكد عليه، تصفية القضية الفلسطينية من عناصرها. العنصر الديموغرافي مهم حضرتك، العنصر السكان البشر، وبعدين بتتكلم حضرتك على سائر القضايا الاخرى اللي هي خاصه بالصراع زي القدس، الحدود، الترتيبات الامنيه في مناطق الاغوار وما يجاورها ومناطق استراتيجيه وحدود الدوله وغيره. وبالتالي ننتقل من هذه الامور كما ترى القاهره الى مقاربه اشمل، وهذا الامر مهم للغايه في ظل طبعا هذا المخطط الاسرائيلي الشيطاني، لانه بعد قليل ستبدا حكومه الحرب الى اجراءات اخرى يجب أن نحذر منها، هو محاولة تقليص مساحة القطاع، وهذا هو مكمن الخطورة. تقليصه يعني حضرتك يتم إقامة مناطق عازلة كانتونات بافرزون، مناطق آمنة، كل ده مخطط بالنسبة للحكومة الحالية، وهي حكومة عسكرية كما تعلم حضرتك. مجلس الحرب بيدير برؤية عسكرية لا وجود للسياسة فيها. ربما ظهور نتنياهو مساء أمس ليتحدث بعد البيان الختامي بعدة ساعات رسالة مهمة. الرجل تحدث عن إيران، تحدث عن خطورة حماس في الإقليم، تحدث عن أن إسرائيل تحارب إيران،
حاول ان يخلط كل الاوراق طبعا الرؤيه من تناول قضيه غزه الى ايران، الخطر الاكبر بالنسبه لاسرائيل. في الجانب الاسرائيلي يريد ان يستثمر في هذه اللحظه التاليه، يريد ان يحصل على الرهائن مدنيين عسكريين ثم الدخول الى الخطر الذي يواجهه بالنسبه للجانب الايراني. مجلس الحرب يريد ان يوصل كل ما يجري في الاقليم سياده النائب الى مكاسبه، يريد ان يحقق المكاسب الكبرى، طبعا بعيدا عن الداخل الاسرائيلي وحاله التذمر الداخليه وحالات التظاهرات وغيره. دي امور يعني اعتقد نتنياهو قادر ببراعه كامله التعامل معها، يعني الذين يتحدثون عن انتهاء عصر نتنياهو ده غير صحيح. بعد الحرب حينما تقف سيكون لكل حادث حديث، وستشكل لجان تحقيق وغيرها، لكن الان الجميع يلتف حول الدوله، بقاء الدوله، وبالتالي نتنياهو يقول ان الدوله في مواجهه مجموعه رهائن، وبالتالي هذا الامر والتسويق ده يشير الى انه حالة التظاهرات في إسرائيل يجب أن تفهم في سياقها، مثلما تفهم طبعا حالة التظاهرات في بعض العواصم الأوروبية على الجانب الآخر. طيب دكتور طارق، يعني أنا أحيانا أو أغلب الوقت بينتابني شعور جارف متعلق بأنه لا أحد يحمل كل هموم القضية إلا القاهرة، هل هذا الشعور سليم ولا أنا اللي مهموم بزيادة ولا إيه؟ لا، هو عشان حضرتك طبعا عاصرت مراحل معينه في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي ومهتم بطبيعه تخصص حضرتك، وكون حضرتك ايضا نائب في مجلس النواب والخلفيه باعتبار ايضا حضرتك دارس في الاقتصاد والعلوم السياسيه والتخصص بيفرض نفسه بالاضافه الى شعورك كمواطن، فبالتالي هذا امر يجب ان يوضع في سياقه، بمعنى ان مصر الدوله العربيه الكبيره في الاقليم التي تتحمل عبء القضيه الفلسطينيه ان صحها. نحن ظهير الآن للأشقاء الفلسطينيين، مصر تتحرك استشعارا منها بالخطر، هذا ليس منا على الجانب الخاص بحركة حماس أو بالفصائل الفلسطينية، المعدة الفلسطينية التي تشكل الآن نتمنى بالفعل تكون وضعية معدلة فيها نوع من الاستقرار للأشقاء الفلسطينيين، وهذا أمر مهم للغاية، لأنه نحن لا نتعامل فكر فصائلي أو بات فصائلية، نحن نتعامل مع الشعب الفلسطيني، ويهمنا بالأساس الحفاظ على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من هذا المخطط الشيطاني لحكومة تقوم بكل أعمال الإرهاب الممنهج، وبالتالي هذا هو مكمن خطورة. القاهرة أعتقد لها يعني موقف سيسجله التاريخ، فلسطين قضية قومية مصر بتعتبرها بطبيعة الحال قضية مصرية وليست قضية قومية فقط، قضية مصرية، القضية الفلسطينية قضية مصرية وبتعتبر ركيزة من ركائز السياسة الخارجية المصرية، وجزء منها مرتبط بأمن القوم، واحنا عارفين بطبيعة الحال على دعم القضية الفلسطينية. وطبعا تأكيد فكرة حل الدولتين هذا ليس كلاما شائعا، نحن نقول أنه هناك نص قرار 181 سنة 47 والقاضي بإعلان دولتين على الأرض، دولة يهودية أنشئت ودولة عربية مفترض أن تنشئ، هذا القرار يجب أن يكون بالتحرك، فبالتالي مصر تتحرك في دوائر متسعة ودوائر مهمة وتنقل هذه المقرات والإتهامات. أعتقد أنه كلمة السيد الرئيس في القمة كانت فعل خريطة طريق مهمة، الأطراف الدولية عليها أن تعي أنه لن يكون هناك استقرار في الإقليم سيادة النائب ما لم تحل القضية الفلسطينية، وبالتالي سيصبح الإقليم مهدد في أي لحظة باستمرار مزيد من الصدمات والصراعات، وربما تمدد الصراع ليكون صراعا إقليميا تدخل أطراف أخرى تريد أن تربح من المعادلة. مش عايز أقول لحضرتك سيادة النائب أن هناك رابح وهناك خاسر مما يجري في المشهد، هناك قائمة كاملة للرابحين والخاسرين مما يجري. مصر أعتقد هي وحدها في الإقليم وهي العاصمة العربية الوحيدة التي تتحرك في دوائر متعددة، مع التقدير الكبير طبعا في كل الجهود من الأشقاء العرب، لكن يمكن مصر والأردن هم في الواجهة باعتبارات متعلقة باعتبار القضية الفلسطينية قضية مهمة، قضية قومية بالنسبة لينا وبالنسبة للأشقاء العرب. طيب أخيرا دكتور، أنا مش عايز أطول، بس بما أن احنا ذكرنا اللي حضرتك قلته دلوقتي حالا على مسألة أن مصر زائد الأردن، لكن إذن ما الذي نحتاجه من عواصم القرار العربي إذا صح استخدام هذه الجملة، أو العواصم العربية حتى، أو المجموعة العربية، ما الذي نحتاجه لأن احنا نقدر ندعم تحركاتنا؟
يعني سيادة النائب، أنا كنت أتمنى في البيان الختامي اللي تضمن 31 بند ألا يتضمن المبادرة العربية. دعني أصارحك كمواطن عربي في هذا الإطار، فكرة المبادرة العربية نفذتها إسرائيل، وأن نعطي لإسرائيل شيكا على بياض مرة أخرى ونقول أن المبادرة العربية صالحة للتعامل والسلام خيار استراتيجي، ما كان يمكن لهذا البند أن يدخل ضمن 31 بند، كان لابد أن يكون هناك بنود أخرى، منها أن العالم متعدد الأقطاب الآن، نحن في عالم متعدد الأقطاب، صح. وبالتالي كان يمكن توجيه رسالة إلى أن الدول العربية ستراجع علاقتها بالولايات المتحدة. صحيح أن احنا بنقر بالشراكة مع الولايات المتحدة وشراكة سياسية وعسكرية واستراتيجية وفي يعني إطارها، لكن بطبيعة الحال العالم ليس الولايات المتحدة سيادة النائب، لابد من الانفتاح على الرباعية الدولية، لابد من التأكيد كان على فكرة أن لابد للدول العربية أن تراجع مجمل علاقتها الاستراتيجية والسياسية مع الولايات المتحدة لكي تتضع، كان لابد من طرح رواضع في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. نريد أن نتحدث في هذا الإطار، من الأهمية أن نقول أن القضية ليست جنائية دولية وقانون دولي إنساني مع دولة تمارس الإرهاب كما ذكرت حضرتك سيادة النائب، إرهاب منظم، وبالتالي نحن نتكلم لغة مباشرة مع هذه الدولة ومن وراءها الولايات المتحدة والقوى الغربية التي تداعم وتساند إسرائيل بل وتحرض إسرائيل على استمرار الأعمال الإرهابية بهذه الصورة. أنا في تقديري كان لابد أن يتضمن البيان الختامي لغة غير تقليدية، بمعنى أنها تشمل كل هذه الأمور كرسالة أولى من الدول العربية، وهناك أيضا روابع أخرى، يعني كان يمكن أن تطرح خيارات بديلة للتعامل في حالة عدم التجاوب مع الدول العربية وبيانها. طبعا حدوث من الغاية دولة عربية وإسلامية، فالقمة في حد ذاتها نجحت بنقل رسالة ذات بعد وذات دلالات رمزية، لكن بطبيعة الحال الروابع كانت مهمة في طرحها للتأكيد على أن الدول العربية تملك خيارات واقعية بعيدة عن الخيارات التقليدية سيادة النائب اللي حضرتك تعلمها طبعا. نحن تجاوزناها بصورة. أعتقد ذلك واتفق مع حضرتك جدا يا دكتور. كل الشكر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، محق في كل ما قال الحقيقة، يعني مش لأنه هذا يلقى هوى لدي، بس في النهاية المنطق بيقول كده.